السلام عليكم متابعيني، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم ان شاء الله جاية لكم بفيديو طريقة تزيين كيكة، وهذا جانب من الحفلة اللي سويناها مناسبة عيد ميلاد اختي الصغيرة. يعني هاي اخر العنقود وحبينا شوي ندللها ونسوي لها عيد ميلاد، وشوفوا يعني اجواء او مقتطفات من هاي الحفلة. واذا عجبكم حبايبي الفيديو لا تنسوني باللايك، اللايك حبايبي لتصعيد الفيديو للمشاهدة أكثر للاستفادة أكثر. وهسه حبايبي راح نبدي طريقة تزيين هذه الكيكة. مثل ما جاي تشوفون هذه الكيكة إن شاء الله راح أنزل لكم مقاديرها، يعني طريقة شغلها ومقاديرها فيديو ثاني. هذه الكيكة قياس 23، وأنا حابة إنه الكيكة قياس يعني تصير أضعف، يعني مو القياس بس هي تصير يعني أرفع وأطول. فهسا قصيت الجوانب، وهذه الجوانب أكيد ما راح أذبها، راح أستفاد منها يا أما أحشي الكيكة بيها يا أما مثلا أشوف شنو راح أستخدم بيها. قطعت هسا الجوانب وأروح وأجي أساويها إلى أن تصير عندي دائرية وأقدر أشتغل بيها وأسقل. مثل ما جاي تشوفون قلت لكم هاي الاشياء البقايا الكيك ما راح اذبه استفاد من عنده. هسه راح اجي اقطعها ثلاث اقسام، اذا حابين اربعة يعني بكيفكم، بس هسه انا اكتفي ثلاث اقسام. وابدي بالتزيين، اكيد اول شيء راح ابدي بسقي الكيكة. الكيكة يا اما حليب يا اما شيرة، يعني او مثلا سفن، يعني شيء تحبونه، مو شرط او شيء محدد. وابدي بتزيين الطبقة الاولى او سقلها بالكريم. وهذا عندي مروار برتقال وياه قطع موز، وجيت خليت الطبقة الثانية ونفس الطريقة اشتغل عليها. وابدي بنفس الطريقة وهم اخلي حشوة، الحشوة طبعا اللي تعجبكم لا تتقيدون بالشيء اللي تحبونه تخلونه بالداخل الكيكة. هذا عندي توفي خفيته بشوي ماي، وخلي الجوز، ومثل ما جاي تشوفون اخلي على الحواف كريم، لان ما اريد ينزل، ما اريد ينزل مثل الحشوات تطلع من الجوانب. وهذا عندي الكريم خليت له شوي لون وردي، باودر لون باودر وردي. وهسه اجي اسقل الجوانب بالحركه اللي تردونها، بالطول بالعرض. طبعا هذه السقلة الأولى، وبعدين راح أسقل مرة الثانية، لأنه يعني بيها أخاف يطلع مثلا فتات الكيك، فما أريد يأثر علي بالسقل. فراح أسقل طبقة وبعدين أجي للطبقة الثانية. هاي السباتولا طبعا هي الحاجة بألف، وتظلون تشي تملسون بالكيكة إلى أن تنسقل. طبعا صقل او تزيين الكيك يريد لخفة وممارسة. وهذا الوجه الثاني راح اسقل بيه الكيكة، قلت لكم ما اريد يطلع اي فتات كيك لان انا قصصت من عدها، فهذا الشيء اثر، مو مثل اذا الكيكة كاملة راح تساعدني، يعني ما راح اطلع اي فتفات. شوف هذا قطعة النايلون قوية، قطعة نايلون قوية راح اسقل الجوانب بيها، ساعدني هاي الخطوط المام الساويه كلها راح تساويها الي، وتسوي السطح يعني الكيكه ملسه. اظل افر على كيفي الى ان احصل النتيجه اللي اريدها. هذا عندي مروار ابيض راح انزله على الجوانب، يعني مروار ما ضفت لأي شيء، بس مجرد مروار خليته بكيس التزيين، وراح أظل هيجي أفر بي أو وبعدين هيجي شلون أنزل الدمعات على جوانب الكيكة، هو راح ينزل
يعني تعرفون الجو حار ويعني ما يحتاج لا أذوبة ولا أدفي مثلا، مو مثل الشتاء، الشتاء يختلف. طبعا هذا الموديل هي طلبته وحبت هذا التزيين، فتلبية رغبتها سويت هذا الموديل. ان شاء الله موديل بسيط والكل يقدر يطبقه مثل ما جاء. تشوفون هذه الفورمة، هي فورمة اللي نسوي بها الداطلي او العرموط، مجرد ضغطة ويعني اجيبها يسرى يمنى يطلع لي هذا الشكل، والزوائد تصير عندي راح اجي اساويها اخير شيء على مود كلهن يصيرن قياس واحد بالضبط، يمنى يسرى، واسحب لي فوق بهذه الفورمة. هي سعرها 1000 دينار، هي فورمة النجمة، او احنا نستخدمها يعني مثلا العرموط. وهسه راح اخلي هذا الليل الابيض على كل وحدة من هاي الضغطات اللي ضغطتهن. وطبعا التزيين هو يعني عالم مفتوح، مو شرط اتقيد بموديل او ديزاين يعني مطلوب مني. هسه مثل ما جاي تشوفون هذا عندي صشم او خرز 3 انواع اخلطتهم، واجي اخلي على جوانب الكيكة او حافة الكيكة. ها 3 الوان او 4 او شنو اللي عجبش، 5 الوان يعني، فدينطي جمالية كلش حلوة للكيكة. هيك بالخاشوقة وهيك مثل يعني اشمر شمر، بس هو اكيد احط جواي صينية لانه راح ينثر وشوي مؤذي باللم. او تردون بايدك مثلا شمري شمر، يعني شلون الشمرين هيك خرز على الكريمه هو راح يلزق ما يعذبك، يعني هو شوي شوي مثل ما جاي اشوف شوي, شوي شوي اشمر بالخاشوقه هذا الخرز. وهسه مثل ما جاي تشوفون خليت يعني خرز او صشم بشكل عشوائي ويطلع لي هذا الشكل الحلو. هذا عندي هي نفاخة الحاجب 1000، وأجي أحطها، وهذا رقم 17 مثلا، أنتوا أي عمر تحبون، بس هذا رقم 17 كتبته أو سويته يعني من عجين السكر بقطاعات. وهذا اكتمل شكل النهائي للكيكة. إن شاء الله حبايبي هذا الموديل أو الديزاين يعجبكم وسهل وبسيط عليكم. طبعا هو يعني ما بي شغل هواي، مثل ما جاي تشوفون استخدمت فورمة واحدة للتزيين. وإن شاء الله حبايبي ومتابعيني عجبكم هذا الفيديو وعجبكم هذا موديل كيكة، وأشكر مشاهدتكم وأشكر متابعتكم إلي وتشجيعاتكم وتعليقاتكم الحلوة. أشكركم من كل قلبي المتابعين القدامى والمتابعين الجدد. وإن شاء الله هذه الكيكة مثل ما قلت لكم وارجع وأقول هي سهلة إن شاء الله وبسيطة، والكل يقدر يطبقها ولو يعني بأشياء بسيطة هي تطلع جمالية الكيكة. هسه حبايبي لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وهسه راح اترككم ويا مقتطفات من الحفلة او جانب من الحفلة مع 1000 سلامة.
يلا خير 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 يلا